بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنبدأ النهاردة نتكلم عن موضوع جديد في الكارديوفاسكولار سيستم، ألا وهو الهارت. الهارت زي ما احنا شايفين بيبقى موجود ما بين التولانجس في المنطقة اللي بتسميها الميديا استاينم، بيبقى نايم على الدافرام أو على عضلة الحجاب الحاجز. لما نيجي نتفرج على منطقة الميديا استاينم هنجد زي ما احنا شايفين دي الدافرام اللي هي لونها بينك، دي الدافرام أو عضلة الحجاب الحاجز، ده ثراسيك كافيتي، تحديدا المنطقة اللي احنا بنسميها الميديا ستاينم وتحت الابدومينال كافيتي. لما نطلع فوق في الميديا ستاينم هنجد ان هو عبارة عن عدة اجزاء، السوبيرو ميديا ستاينم ده اللي هو الجزء العلوي، وتحت اللي هو الانفيرو ميديا ستاينم عبارة عن عدة اجزاء، في جزء قدام ده اسمه انتيريور، في جزء اوسط ده اسمه ميدل ميديا ستاينم، وفي جزء ورا ده اللي بنسميه البوستيريور ميديا ستاينم. يعتبر الجزء اللي هو الميدل ميديا ستاينم ده المكان اللي بيبقى فيه الهارت او المكان اللي بيبقى فيه القلب. لما نيجي نبص كده ده زي ما احنا شايفين الاسترنم عضد القص، وهنا ده الفرتبري، الحته اللي في النص دي اللي هي الميديا ستاينم، الحته دي ده يعتبر الهارت ماشي، جاي في فنتركل تحديد ليفت فنتركل كبير كده وحلو، وقام جاي واخد قطاع من الهارت وبدأ ان هو يتفرج عليه. اول حاجه في عندنا عضله القلب نفسها المايوكارديوم، المايوكارديوم بيبطنها من الداخل ناحية البلد، ناحية الدم اللي بيبقى جوه هنا، حاجة اسمها الاندوكارديوم ماشي. بنبدأ ان احنا نطلع فوق او بنطلع بره، في عندنا اول حاجة اسمها البريكارديوم، والبريكارديوم عبارة عن تو لايرز، في لاير بتبقى لازقة في القلب، طبعا بيبقى في شوية فات بس واخد بالك في النص ما بين المايوكارديوم والبريكارديوم، في شوية فات مش مهم دلوقتي، المهم تبقى عارف ان المايوكارديوم بيغطي الفيزرال layer of the pericardium. طبعا في عندنا visceral layer وفي عندنا parietal layer، ودايما نقول البارايتال بره، البارايتال بره، انما الفيزرال دي فيزرا يعني احشاء، فالفيزرا دايما بتبقى نايمه على الاحشاء الداخليه، بتبقى نايمه على الاورجن، نايمه على العضو نفسه. في هنا عندنا ما بين البارايتال layer والفيزرال layer في عندنا كافيتي او تجويف، والتجويف ده فيه فلويد او فيه سائل بنسميه سيروس فلويد، وبناء عليه سمينا اللير دي الفيزرال لير والبرايتال لير، الاثنين مع بعض سميناهم حاجه اسمها السيروس بيريكارديوم. يبقى انا عندي حاجه اسمها السيروس بيريكارديوم بتغطي القلب، عباره عن تو ليرز، فيزرال لير وبرايتال لير، وما بينهم في كافيتي، والكافيتي ده بيبقى فيه فلويد. خلاص كده البرايتال لير عليها بقى بيغطيها من بره خالص اخر حاجه اسمها الفايبروس بيريكارديوم، وده من اسمه فايبروس، خلاص كده زي غشاء كده او غطا بيغطي الايه البريكارديوم. يبقى انا عندي البريكارديوم عباره عن فيزرال، عباره عن سيروس وفايبروس، الفايبروس ده اللي بره خلاص، بينما السيروس عباره عن تو ليرز، فيزرال لير اوف سيروس بريكارديوم، برايتال لير اوف ذا سيروس بريكارديوم، وما بينهم الفلويد. يبقى دول مات الايه الثلاث طبقات اللي موجودين عندنا. احيانا اللي هي الفيزرال لير دي ليها اسم تاني ابيكارديوم، عارف ان الاسماء بتلخبط شوي، خلاص كده ابي كارديوم دي اللي هي اول طبقه اللي هي لازقه على الهارت يعني. تمام كده. طيب هنبدا ان احنا ناخد الهارت ده بره كده، ننزل تحت، ده شكل الهارت اهو، خلاص كده الهارت ده بيبقى ليه بيز قاعده، ودي بتبقى ناحيه ورا، وبيبقى ليه ايبكس، ودي اللي بتبقى ناحيه قدام. فدايما يجي يقول لك انه الهارت الايبكس بتاعته بتبقى داون وورد اند تو ذا ليفت، هنا الرايت لانج، حتى هنا ده بنسميه رايت بالمونري سيرفيس، يعني بيبقى ناحيه الرايت لانج، وده ليفت بالمونري سيرفيس ناحيه الليفت لانج. فده بيقول لك الايبكس بيبقى داون وورد يعني بيبقى تحت، وناحيه الليفت ناحيه الليفت لانج. وطبعا السيرفيس اللي تحت ده بيبقى ناحيه الدافرام، بنسميه دافراجماتيك سيرفيس، مش عارف الكلام باين ولا ايه، يمكن كده اللي الصوره اوضح شويه. طيب كده احنا يعتبر نبدا ان احنا نبدا بقى نتكلم في الفيديو اللي جاي عن حاجه اسمها السيرفيس اناتومي اوف ذا هارت ماشي.